سمعت خربوش. مرحبا أصدقائي، اليوم سأرسم لكم رسمة سهلة وجميلة. سأبدأ الآن. دائما عندما أرسم أبدأ بالخطوط باللون الأسود. رائع! خيالي وجميل! ما رأيكم بهذه الرسمة؟ جميلة أليس كذلك؟ أما الآن سألون باللون البرتقالي. مبدع! لون رائع! والآن مع اللون البني. ألوان زاهية ورائعة! سأختار اللون الأصفر! والآن مع اللون الأبيض! أما الآن سألون باللون البني. جميل. لون مميز. سأختار اللون الأسود. والآن مع اللون الأبيض. ها قد انتهيت، أليست رائعة؟ حاولوا أن ترسموها بأنفسكم. هيا أراكم قريباً.